يعني زي ما قلنا كده قبل إذاعة التقرير إن بجد الكهرباء لغز فعلا محير ناس كتير قوي، مش عايز أقول العلماء يعني، بس هل كهرباء يعني أنا مش فاهمة بجد، يعني هو كهرباء العصبي اللي بيتنرفز اللي شفناه في رمضان، ولا كهرباء الجميل اللي يعني اللي بيضحك مع زمايله قبل التمرين وفي التمرين، ولا كهرباء الصلب اللي ما بيتأثرش بحاجة لفكلنا عقدة المغرب، ولا كهرباء الجدع المحب الأصدقاء واللي ما بيعملش حاجة غير لما يعرضها على قمح؟ انت مين يا كهرباء؟ انا كل انت حاجه كل انت دول. بس السؤال اللي بعده. انت كل حاجه انت قلتيها. لا والله انا مش، انا ساعات بتعصب كتير بس لما في ماتشات، يعني لما بحب اخسر وحتى في التمارين بحب اخسر، فساعات بتعصب بس بتقلب عليا بالعكس. يعني بتقلب عليك بالعكس. يعني لما بتعصب مثلا بزعل فبروح مع نفسي، يعني بتعصب مع نفسي، بس لو حد من زمايلي اللي رمالي كلمه ولا ضايقني ولا حاجه انا ممكن اتعصب عليه اصلا من غير، يعني من غير قصدي يعني. بس بيبقى في عشم يعني ان يعني الناس دي يعني، بس يعني لكن انا مش عصبي. كهربا جميل، كهربا جميل، كهربا جميل. بص كهربا طبعا احنا مشوارك زي ما شفنا في التقرير مشوار